رسائل واسعة محمد من على التوالي لاقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، سيما وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إرساء بأن الجيش قادر على شمال لبنان في قطاع غزة وهنا في الضفة الغربية ولربما أبعد في سوريا وكذلك أيضا في اليمن من خلال الغارات الجوية. الرسائل الأخرى هي ضرب المساعي الداخلية مع الاتحاد الأوروبي، سيما وأن عملية الآن خالد كن حذرا، هذه طلقات نار أعتقد. خالد هل أنت معي؟ طلقات نعم 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 الآن أنا معك. تفضل استمعنا. تفضل وكن آمنا خالد أرجوك. استمعنا جيبها هون. نعم استمعنا لطلقات نارية حقيقة، هذه خالد إن كنت غير آمن سأغلق الخط. خالد بجدران احد المحال التجاريه في هذه اللحظات نتيجه عمليه اطلاق النيران التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي، وربما تكون من جهه مقابله حقيقه مصدر النيران غير معلوم بشكل دقيق من اين خرجت الطلقات الناريه. ما يحدث الان في مدينه جنين هو حصار للمؤسسات الطبيه في المدينه، استهداف الحي الشرقي بعمليات تدمير كبيره ومهوله. ثلاث جرافات تعمل في هذه اللحظات على تدمير مقاطع في البنية التحتية دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية المخيمات الصيفية في أغسطس الماضي، والآن يضيف فاتورة أخرى من المعاناة مع اقتراب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار. بالتالي نتحدث عن معاناة ستكون كبيرة وواسعة النطاق ميدانيا نتيجة عمليات التدمير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي. تطال الطرقات، الشوارع، خطوط المياه وكذلك أيضا الكهرباء وجدران المنازل والمحال التجارية والمركبات. داخل المخيم وفي منطقة الجابريات وأقرب إلى نقطة برقين جنوب غرب المدينة هنالك عمليات مداهمة واسعة، استجوابات وتحقيقات ميدانية. يريدنا طبعا تفاصيل عن عملية اقتحام لعدد من المنازل في حارة الوهدان وحارة السمران منطقة الجابريات وكذلك أيضا نطاق شارع برقين إلى الجنوب الغربي من المخيم، لكن لا أرقام دقيقة. إذا ما كانت عمليات احتجاز ومن ثم الإفراج عنهم أو اعتقال، يسمع بين فينة وأخرى أصوات انفجارات ناتجة ومصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، البعض منها قنابل صوتية مع استهداف الأحياء والمنازل عند وقوة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. المصادر الطبية تتحدث عن إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي، بالإضافة إلى خالد الاقتحام جاءت في ساعة الذروة هنا في المدينة. نعم الصوت يتقطع خالد، لكن أنا أرى في الصورة بوضوح هذه العربات والمجنزرات الإسرائيلية، وهناك أيضا أعتقد بعض الجنود يعني أطلعهم في هذه الزاوية من الصورة التي أمامي الآن. خالد نعم بالفعل الآليات والعربات العسكرية الإسرائيلية تتمركز أمام مستشفى جنين الحكومي في هذه اللحظات، والآن على الهواء مباشرة ستشاهد ما تواجهه الطواقم الطبية. الآن هذه مركبات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك أيضا لوزارة الصحة الفلسطينية ستحاول الآن العبور إلى مقر جمعية الهلال وكذلك أيضا إلى مستشفى جنين عملية الخروج تخضع لإجراءات أمنية مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التفتيش الدقيقة للمركبات وهويات من بداخل هذه العربات الطبية. كما يحدث الآن اضطرت المركبة للوقوف على الهواء مباشرة، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كما نشاهد في هذه اللحظات يواصل عملية التفتيش. اضطرت المركبة للرجوع خلفا كما تشاهد، سيترجى القائد المركبة لفتح الأبواب الخلفية ومن ثم استعراض من بداخل هذه المركبة وفحص هوياتهم ولاحقا السماح أو منع على الأقل من بداخل هذه المركبة للوصول إلى مركبات المؤسسات الطبية. واقع صعب تشهده الآن مدينة جنين مع استمرار هذه العملية التي تزامنت طبعا مع للاتحاد. ربما هذا
الأمنية هنا في مدينة جنين تحديدا في الشارع الذي نقف به أمام مستشفى جنين الحكومي. عملية الاقتحام جاءت في ساعة الذروة مع زيارة ممثل عن الاتحاد الأوروبي كان يستعد للقاء مع وزير الداخلية الفلسطيني داخل مقر المحافظة، وهنالك كان عدد آخر من القناصل داخل البلدية. لربما هي رسائل فلسطيني للمستوى الأوروبي بأن الاحتلال سيذهب بعيدا في مناطق الضفة الغربية تحت مسميات ومساعي ما يزعم طبعا ضرب البنية التحتية للأذرع العسكرية في مناطق طبعا الضفة الغربية. على الجهة المقابلة يعني الصورة تبدو يعني معقدة مع استمرار هذا الحصار والاقتحام الذي لربما قد يستمر ساعات أو لربما عدة أيام.